هنا القاهرة عاصمة الخبر. أهلا بحضراتكم، صباح الخير، صباح جديد بيتجدد معاكم دلوقتي. ولكن في البداية صباح الخير يا ليندا. صباح الخير مارينا. يوم جديد وفقرات متنوعة، وهنبتديها كمان بيوم عالمي مختلف. الحقيقة أنه المنظمة الأممية للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بتقول أن الأيام العالمية الخاصة بالأمم المتحدة بتمثل جوانب مهمة في حياة الإنسان وتاريخ الإنسان بشكل عام، بتتيح لنا فرصة أن احنا نتكلم عن مواضيع مختلفة وتنظيم أنشطة متعلقة بفكرة اليوم العالمي نفسه. ولكن خليني أقول لكم كمان أن الأمم المتحدة خصصت على مدار حوالي الأعوام الماضية حوالي 100 يوم عالمي منذ تأسيسها، والأيام دي بتتنوع بحسب المناسبات، وبيبقى في منها أيام مألوفة وأيام تانية ممكن تكون غريبة شوية أو غير مألوفة. يا ليندا، يعني يمكن النهاردة هو اليوم العالمي لمزمار القربة، ودي حقيقة حاجة جديدة بالنسبة لي. أيوة. يا مارينا، معرفش انتي سمعتي عن مزمار القربة قبل كده ولا لا؟ هي الفكرة نفسها انه يكون في يوم لآلة موسيقية، يمكن يعني الموضوع مختلف شوية، ان في آلة بعينها هي اللي تكون ليها يوم عالمي. تفاصيل الآلة، تاريخها، كيفية صناعتها كمان، يمكن الآلة دي واحدة من الآلات اللي طريقة صناعة الآلة نفسها مركبة جدا وصعبة وفيها تفاصيل كتير، وعلشان كده الآلة دي من الآلات المختلفة. يمكن أعلنت جمعية مزمار القربة البريطانية تحديدا في 2012 يوم 10 مارس من كل سنة أنه يكون اليوم العالمي لمزمار القربة. مارينا، هو مزمار القربة عبارة عن آلة هوائية بتعزف عن طريق النفخ بداخل كيس جلدي واسع بيخزن الهواء وبينقله لأنبوب خشبي فيه 9 ثقوب. الآلة دي رغم أن مش كتير ممكن يكون عارفها، إلا أنها ليها محبين كتير جداً يا مارينا حوالين العالم كله. الحقيقة هي يعني حتى صوتها مميز جدا، أنا بحب أي حاجة أكيد مرتبطة بالموسيقى، وخصوصا أنه المزيكا عامة لها علاقة بهوية الشعوب وليها علاقة كمان بالنفسية وحتى بالإنتاجية وبصناعة الآلات الموسيقية. جميل جدا أن يكون في يوم عالمي لآلة موسيقية الناس في العالم كله تحتفل بيها، تسمع المزيكا الخاصة بيها وتعرف تفاصيل عنها، وخصوصا أن الآلة الخاصة باليوم العالمي النهاردة من ضمن اهتمامات شعوب كتير، ومرتبطة كمان بشعوب بعينها وبشكل معين بالمزيكا. في ناس كتير عندها فضول تعرف تفاصيل أكتر عن الآلة، البعض بيرجع الآلة دي لتاريخها أنه لها تاريخ مصري، أصلها يكون مصري. البعض بيقول أنه الآلة انتشرت في بلاد مختلفة تحديدا في اسكتلندا. مظبوط يا مارينا، وبما أننا بنتكلم عن تاريخ الآلة، فكتير من اللي عارفين آلة مزمار القربة بيعتقدوا أنها منتشرة في المرتفعات الاسكتلندية فقط، لكن في الحقيقة الأمر مش كده، ولا حتى صحيح معلومة أن الاسكتلنديين هم اللي اخترعوها زي ما بيعتقد البعض، بل حتى الآلة الموسيقية دي واللي بيعتبرها البعض آلة غريبة الأطوار ما وصلتش اسكتلندا إلا في القرن 14 من الميلاد، في حين بيعتقد بعض المؤرخين أن آلة مزمار القربة نشأت أول مرة في مصر زي ما أنت قلتي مارينا، وكان بيعرف العازفين بيها باسم عازفين طيبة. احنا واحنا بنتكلم دلوقتي زي ما انتم سامعين معانا مشاهدينا، احنا سامعين الآلة وصوت الآلة الموسيقية. جميل انه حتى الكلام على مزيكا بيفرق في شكل الكلام، وخصوصا ان الآلة دي صوتها مميز جدا، صوتها مختلف يا مارينا، ومش متعودين احنا نسمع صحيح. الآلة دي بشكل متكرر او موجود كتير هنا في مصر، يعني حتى لو هي انشئت هنا بس احنا مش متعودين ان احنا نشوفها في اماكن كتير. الحقيقة انه في آلات كتير موسيقية في العالم، مش بس الآلات المعروفة، لكن لما تدوري في آلات كتير اتطورت، وفي آلات اندثرت، وفي آلات ما بقتش موجودة، وفي آلات تانية مش مشهورة بشكل كبير سواء في العالم العربي أو في العالم بشكل عام. تعزفي يا ليندا؟ بصي، أنا هقول لك بقى المفاجأة، أنا ما بعزفش، ولكن والدي جاب لي مؤخرا عود ولونه أخضر، فلونه مختلف. ودي حاجة كان نفسي أتعلمها من زمان، لكن هو جابه لي وأنا لسه ما اتعلمتش، يعني قريبا إن شاء الله لما ألاقي وقت فاضي هبتدي أتعلمه. بس آلة مميزة جدا جدا جدا، وأنا بحب أنغمها وصوتها الشرقي. الحقيقة إنه تعليم آلات موسيقية بيساعد إنه كمان يتم تطوير مهارات تانية، منها الكلام، منها الاستيعاب، منها إنه زي ما بيقولوا الودن تكون موسيقية،
فيكون في كمان تحكم في الصوت حتى في الحديث في موضوعات مختلفة، اختيار طبقات صوت مميزة أو شكل كلمات وتقطيعات مميزة، مش بس المختصين ولكن بشكل عام هي حاجة مهمة بداية من الأطفال مروراً لأي مهنة. طب أنا عايز أعرف بقى، أنت عزفتي قبل كده على أي آلة؟ حاولت ما نجحتش. إيه؟ حاولت أعزف جيتار فترة، يعني بحب المزيكا، بحب أسمع مزيكا مختلفة حتى وإن كانت مش أغاني، لكن العزف كمان مش حاجة سهلة، موهبة كبيرة جدا وبتستلزم محتاجة مجهود، تدريب بشكل مستمر. بالزبط. ممكن يكون الواحد اتعلم من هو صغير، أنا كنت بلعب أورج وأنا صغيرة بس نسيت طبعا حتى الحاجات الأولية المبدئية نسيتها تماما، فهي عايزة تدريب مستمر. الحقيقة إنه ناس كتير بتتساءل هل العزف هو موهبة أكتر ولا هو ممارسة زي ما بيقولوا تدريب، يمكن أنا حاسة إن هي الاتنين بيطرح كتير جدا، ولكن أنا بشوف إن أي حاجة ممكن توصل لها مع التدريب، لازم يكون بس عندك الأول اهتمام إنك أنت أو أنت حابة وعندك الشغف إنك أنت تتعلمي حاجة جديدة، وان إن مش بس يبقى فيه عزف لكن يبقى فيه مقطوعه موسيقيه بآله بعينها، ده صعب جدا. عندنا اسامي مهمه وكبيره في العالم العربي استطاعت ان يكون لها بصمه كبيره في عالم المقطوعات الموسيقيه وعزف آلات بعينها. ويمكن كمان الفنانين المصريين القدام مشهورين جدا ان هم دايما بيصحبهم العود. ايوه طبعا، يعني بغض النظر عن آلة اليوم تحديدا مزمار القربة، ولكن بشكل عام المزيكا والآلات هي واحدة من الحاجات المهمة في حياة الإنسان، لأنه أي آلة موسيقية بتعتبر فريدة من نوعها ومختلفة وليها مكانة خاصة في عالم الموسيقى. وفي الوقت الحالي احنا النهاردة تكلمنا عن آلة مزمار القربة اللي معروفة زي ما قالت ليندا من شوية في أيرلندا واسكتلندا، وعلشان كده هي بتعتبر جزء كمان من الهوية الاسكتلندية والأيرلندية أصبحت منتشرة في جميع أنحاء العالم دلوقتي، وتعتبر واحدة من الآلات الموسيقية اللي زي ما قلت لكم بتعبر عن هوية بعض الشعوب زي ما قلنا في أوروبا، والعزف عليها رغم صعوبته جدا لكن هي آلة مميزة وممتعة بدرجة كبيرة. حقيقي يا مارينا أنا بشوف أن العزف على الآلة دي صعب شوية وأكيد بيحتاج مجهود كبير عشان تطلع الموسيقى منه بالشكل اللي بنسمعه ده، لكن في النهاية أكيد اللي بيحكم الموضوع ده هو الحب والكره، يعني طالما الشخص بيحب الآلة اللي بيعزف عليها أكيد مش هيشعر بأي صعوبة ناتجة عن الآلة دي، وده بيكون واضح في كتير من الآلات اللي ممكن تكون أصعب من مزمار القربة، لكن محبيها والعازفين عليها بيشوفوها أسهل آلة موسيقية على الإطلاق، وده بدافع الحب لا أكتر ولا أقل. هو الفكرة فكرة هنا الشغف. أنا أكتر حاجة بسطاني إن إحنا وإحنا بنتكلم النهاردة سمعنا الآلة لسه سمعنا لحد دلوقتي، خلونا نسمعها أكتر، نسمعها صوت وصورة.